السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه مزيان. غنديروا واحد الجوله في تركيا، واحد المنطقه سميتها بيشكتاش. واحد المنطقه زوينه اللي فيها واحد المنظر واعر وخلاب بزاف، لان انا اول مره كنشوفه. وواحد الميدان اللي معتبر، وغادي نخليكم تشوفوا معايا، تعيشوا معايا نتوما اللحظه، واخا انا غاجيب دوره من هنا. يلا بسم الله، توكلنا على الله. الاخوان، انتم كما كتشوفوا الناس في تركيا، اللي الناس شنقول لك اللي باقين يعني محافظين على الاثارات ديالهم، ومحافظين على بزاف ديال الحوايج اللي الثقافه ديالهم من بكري. حتى نرجع نضرب شي تصويره مع هذا مدفع ناضي، هذا داير بحال ديال الارمان. شوف هاد المدفع، هاد المدفع دابا داير بصح، هاد المدفع هذا داير بصح. الله اكبر، شوف قداش هاد المصيبه. شوف انت، تبارك الله. شوف هذا عاوتاني، هادو كاملين مدافع. عاوتاني واحد المنظر لهاد الجهه ناضي، بطوات انتما قلب الكاميرا كاع. بطوات باش كيبان لكم الهيه، هانت داكشي. يا سلام، داكشي واعر. بيشكتاش، هاد السميه بزز باش حفظتها. بيشكتاش، ما كاين غير الطنوقة والفرادة وواحد الرشاش. عاوتاني شي واحد الرشاش. واو، واش باقي خدام هادشي؟ باقي خدام محمد دابا هذاك؟ ها؟ انت شي واحد، شي واحد الرشاش كيداير انت؟ هذا دير فيه القرطاس يكون باقي خدام، هذا تلقى فيه البرا خدامة. شنو محمد دابا دوش دابا دير بصح دابا هذا خدام؟ ها؟ هادو اجارات يا اخي قديم، يقدر يكونوا خدامين يقدر يكونوا باقي. ياك دابا، دابا يكون خدام دابا هذاك، الا ركبنا فيه القرطاس وتيرينا يقدر يخدم. ها؟ حيت راه سدير ليه الفم، راه سدير ليه الفم شي حاجه. سبحان الله، تحيه للعسكر. العسكر هما اللي تيخدموا بهذا الشيء هذا. ها؟ اخويا تاع جوارك ماشي المغرب. تحيه للعسكر، راه كاع العسكر حتى حنا راه عندنا في المغرب تاعنا بحال هذا الشيء هذا هو. حتى حنا في المغرب راه عندنا بحال هذا. الاخوه، حتى حنا راه عندنا كثار من هذا الشيء هذا، راه حنا ما تنحافظوش على الاثارات، ما تنبينوش حنا هذا الشيء هذا هو، فهمتي؟ حنا ما تنتهلاوش وما تنبينوش، هما اي حاجه قديمه عندهم هنايا، اي حاجه اللي تتعرف بها يعني بالسميه ديال التركيه، تيحطوها في الشارع وتتولي تاريخيه وتتولي معروفه، وكل شيء تتصور معاها من بعد. يعني باقي ما شديت لكم حتى واحد اللعيبه، راه هي راهي هذاك مدفع قديم. هادي هي هذيك الخباشه، هذيك ديال الباطو، ياك ديال الباطو هذيك، هذيك باش تشد الفران ديال الباطو هو هذاك. انا نشوفو هنايا عاوتاني. الله اكبر. ها اليخت، ها واحد اليخت جاي، ها هو الدراري، ها هما الاخوان. شي واحد مرقين ديال البحر، يا قين ديال البحر الاخوان. ها هو، شوف شوف القين ديال البحر. ها هو، انا عمرني ما شفتو في المغرب انايا. كيتكال دابا هذا؟ لا، احد ولك يقول لك مسموم. مسموم هذا هذا راه الا تخقاسك كيشعط بحال نشاتك الطوب. هذا الاخوان هما اللي كانوا تيحضروا عليه واحد الصيف، تيقول لك حكار قين ديال البحر راه مسموم وخايب وكيدير ايه. هو هذا هو تيحضروا عليه الصيف اللي فات. ها هو الاخوان، شوف كيفاش داير. انا تيبان لكم بحال البلاستيك، بحال الميكا، بحال فهمتيني. راه فين هذاك الكبير؟ هذاك الكبير، هذاك هو واحد الكبير هذا الاخوان. ها هو واش كدير حتى هو مسكين تيعيش. المهم ها واحد اليخت، ها واحد اليخت بعدا اش كدير. واحد اليخت واعر، يا سلام. ها دوك السوفر اللي فيه، ها انتم الدراري. شوف 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 قين ديال البحر دابا. هاد المنطقة صعيبة دابا، هادي منوع تعوم فيها. ما تعومش فيها، الخضرة غيلزعك. راه واحد واحد الوزة لو بالطاولة شي هذيك راه فين كتعوم. عليكم.
جاو عندنا البوليس راه هما قال لكم مهم يعني هاد البلاصه يعني بحال الحظ ديال الحضره ياك واحد الحضره تجوهريه قالوا لنا ها قال لك صوروا لك ان عندك تكون دير شي بلاصه ماشي هو هذاك دير شي مشكله ولا لا كان شي حاجه ولا راه غادي يجيو غادي يصيفطنا شي ترفيقات ها انتم الاخوان غنصور مع الناس تشاركوا معاهم زعما هذا مشكل حتى هو راه كيصور راه هو نقولوا له حتى انت ما تصورش يلاه نجي نحبسوه حتى هو ما يصورش راه هو غادي قدامنا تيصور بدا في مشكل طاح بعدا احنا الاخوان عاوتاني رجعنا من جديد من بعد ما تلاقينا مع البوليس وبعدنا منه المهم ما قلنا حتى هما تاعيد مساكن ما قلنا حتى شي حاجه قال لكم غير تصوروا هذه ولكن بحال دخلنا لشي بلايص تما اللي محسوسه شي شويه فهمتي تعرف من براني وهذا تقول تعرفوش هذا اغلبيه تبقائي تعرفوك مغربي تعرفوك مغربي تيديروا معاك زوين ولكن ملي تعرفوك من شي بلاد اخرى تي فهمتيني ما يعني مغاربه تيديروا معاهم زوين صراحه يعني سوري ولا كما شي واحد اخر ما تعاملوش معاه فهمتي ما كيسولوك لا على الوراق لا على الباسبور لا حتى شي حاجه يعني مزيان المهم الاخوان ديروا اللي اول مره يدخل لهاد القناه يعاوننا بابوني وان شاء الله اي حاجه تمشي مشيت لها اي خطوه مشيت لها في تركيا انا ديك النهار درتها في التقسيم درتها في اسنيورت درتها في افجيلار اليوم بيشكتاش اسميه وغاش دخل يد بيشكتاش الراس هو حي فين جات القنصليه ديال المغرب وفين بيشكتاش الدراري تيقلبوا على القنصليه ديال المغرب في تركيا راه جات في بيشكتاش الا كنتي في اسنيورت غتركب في 76 دي غتنزل في يوسف باشا من يوسف باشا غادي تركب تركب في 28 تي غيحطك في بيشكتاش الاخر ديالو غتنزل وكتزيد واحد شويه كتلقى القنصليه ديال المغرب يعني اللي كيقلب عليها يعني راه ساهله المهم اخوان كما بغيت نقول لكم كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع لنا هذا الوباء هذا وترجع المياه لمجاريها ويرجعوا الشوارع اللي خاويين انتم كتشوفوا الشوارع خاويين اللي كانت في الوقت ديالها ما كتلقاش منين تدوز ما كتلقاش منين تدخل والله القسم كل واحد ازدحام والناس التجاره وكل شيء دابا كل شيء ساد الحوان ساد ديال الخدمه ما كايناش كل شيء مزير كل شيء خايف كل شيء يعني بنادم سوبر مارشي تصور تيدخلوا 10 ب10 في سوبر مارشيات الحوام سوبر مارشي بحال بيم بحال سوق بحال المهم بحال هادشي اللي عندنا تمايا المهم الاسواق ماكروات كيدخلوا 10 ب10 الصف تيدير 10 تيخرجوا دوك الناس اللي ب10 الاولين دخلوا كياخذوا راحتهم ماشي كيسربي ولا خوي ولا شي حاجه كياخذ راحتو في التقضيه ومن بعد كيخرجوا كيدخلوا 10 اخرين اللي زربان راه كيمشي بحالو اللي ما زربانش راه كيبقى اللي ما زربانش راه كيبقى حتى كيقضي الغرض وكيتقدى داكشي اللي بغى لوليداتو وتيمشي بحالو يعني انا الاخوان هكذا باش غادي الناس النظام دابا شنو داروا دابا تركيا شنو دارت دابا ولات من السبت والحد كدير حظر التجول السبت والحد حظر التجول حتى واحد ما يخرج مره يعني الجمعه في العشيه خصك تقدا المسائل ديالك كامله اللي خاصك مواد غذائيه ديال يومين اللي خاصك وهذه الى اخره ومنين كتسالي كتمشي كدوز ديك السبت والحد ديالك ما تخرجش من الدار كاع في مره يعني حتى واللي شدوه دايرين شحال دايرين محمد في الخطيه ها دايرين 1000 ليره 1000 ليره اللي هي دايره 1500 درهم مغربيه
فهمتيني 1500 درهم مغربي اللي لقاوه برا، يعني في السبت والحد بنهار اللي لقاوه برا 1500 درهم، 1500 درهم مغربيه 1000 ليره. المهم هذا الاخوان، المهم انسان هادشي كامل من مصلحه المواطن ومن مصلحه الناس، لان هذا المرض غادي تنتشر والله الا غادي، تنقول يا ربي ترزق السلامه حق الله. انا خارج باش ندير واحد الفلوق تانا ونلقى لي الاقبال والاخوان يتعاونوا معايا بابوني بلي جيم ديالكم الزويونه والتعاليق ديالكم الزوينه. انسان ما كيدير لك ابوني الا اللي بغاك. هادشي علاش والله الاخوان انسان يلزم دارو ويحضي، يعني يجلس حدا والديه ويصلي ركعات ديالو ويعبد الله سبحانه وتعالى. هذه الوقت يعني ماشي، يعني الانسان خصو شحال هذه يعني يقابل يعني الصلاه ديالو ويحمد الله على صحيحته وعلى النعمه اللي عطاها الله سبحانه وتعالى. هادشي الاخوان. المهم الاخوان انتم كتشوفوا الاثارات الزوينه فهمتيني، كاين ميتشاف وكاين كاين المناظر هنا باش يعجبوك. كل بلاصه فيها ميدان، كل بلاصه فيها ميدان وفيها ميتشاف وفيها مع من تصور، كاين يعني بزاف اثارات، شي حاجه تاريخيه كبيره، شي حاجه اللي يعني شي حاجه اللي زوينه فهمتي. والنقاء النقاء 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 والله، تاكل غير باستا كيبقى لك الطاغيط في يدك، طاغيط ديالها ميكا ديال الباستا، كتحسب انك تلوحو في الارض، كتمرق انت كتمرق نفسيا الان من راسك، واخا تكون موسخ واخا تكون بوزبال حاشاكم واخا تكون كيف ما تكون، المهم ضروري والله القسم ضروري 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 هذاك الكاغيط غديروه في جيبك، غديروه في جيبك لان بلاد نقيه صاحبي والله، النظافه الناس كدوز كتشط، يعني البلديه دايره شغلها بالعربيه دايره خدمتها، النقاء بنت ديال الكار وباستا اي حاجه تلحس في الارض، المهم تتحيي. المهم الاخوان تحياتي لكم، انتم مع هذا الفيديو هذا كل مره ثلاث دقائق. تحياتي جيت لكم من جديد عاوتاني. دزت الشباب قد شي مغاربه شي دراري هنايا كيسولوا لي على القنصليه ديال المغرب، والله العظيم يلا تنهضر هما مساكنين هنايا. هذا صاحبي مول الزرق وهذوك جوج يلاه تلاقينا بهم دابا، تسولنا على القنصليه ديال المغرب، ولكن القنصليه ديال المغرب دابا حبسات اليوم الجمعه ما يعني صافي لا طلع طاح. تحياتي لكم، انتم انتم كتشوفوا المناظر. تركيا زوينه والله، زعما كون دخلت الاتحاد الاوروبي ويا سلام والله حتى غتكون حسن حسن، النظام ديالها غيكون 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 ناضي، واحد البلاصه ديال البوليس ما عرفتش شحال هاد البوليس عندهم ما تيتفاهموش، هما زوينين ضريبين بصراحه، هما ما تيتفاهموش ما كيفهموا لا تا لغه لا فرونسي لا لونجلي لا لا تا حاجه، ما تيفهموها والو، تيعرفوها على تركيا والله قليل، واحد النوع تعرف مشكله تعرف شي حاجه قليله ديال العربيه، وكاين عاوتاني واحد النوع اخر تفهم شويه ديال اللونجلي تيكون قاريها تيكون قاريها، اما الباقي ما التركي يا عمو هي اللي عندهم. الباقي غير التركي يا عمو. تعرفوش شي حاجه سميتها العربيه ولا شي حاجه سميتها الفرنسي ولا شي حاجه سميتها الاسبانيه ولا شي حاجه سميتها لونغلي ولا شي حاجه سميتها الشلحه ولا شي حاجه سميتها الريفيه، والو هاد الناس هادو تعرفوا يوك يوك عربي يوك عربي يوك انجليش يوك فرنسي بارلي بارلي التركيش صافي، عندك تركيا عاد فاهم معاهم، ما عندك تركيا كيدير لك الفهم، يقول لك شي حاجة تيدير لك معروف عندهم هادو، اللي كان في تركيا عارفها والله العظيم تقتلني بالضحك، دابا ديرها له انت ما تقبلهاش ما تعجبوش الحال، شوف شي حاجة تدير له تيديرها وتيدير هز راسو تيدير
ها واحد يسقي في الورد. فين هو فين هو فين هو فين هو؟ راه هو يسقي في الورد. عندهم الورد حي ديال بصح، هذاك اللي كيتباع عندنا حنايا مشامم وكذا وداك الشيء ديال 250 درهم 300 درهم. ها في الارض نازل ديال الله داك الشيء زارعين. زارعينو صافي داكشي ديال الله من عند الله داكشي. واحد العمارة معايا زرقاء والسما زرقاء ما تبانش راه هي الشيخ مع 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 السما زرقاء وهي زرقاء ما تبانش. عيشو معايا اللحظة مرة هك مرة هك. هي واحد الحاجه هذاك البنين القديم هذاك البنين القديم سبحان الله العظيم هذاك البنين القديم محافظين عليه يعني فين ما بغى يريب ولا مال ولا شي حاجه كيعاودوا يصلحوه هو النيت وبنفس المسائل يعني بنفس داكشي باش كان مبني من القديم كان بالتراب تتعاود بالتراب كان بالسيما تتعاود بالسيما يعني باش ما كان تتعاود تتعود وكيطلعوه عاوتاني جديد نوفو تطلع ناضي وتبقى عاوتاني تاريخ. تبارك الله ما نعاودش لكم على الجوامع. الجوامع يا سلام عاود درنا عاوتاني خرجنا في واحد البلاصه عاوتاني هنايا خرجنا في واحد البلاصه فين محمد كي جاتك البلاصه هذه مليحه وينها شوف صور ليا صور ليا الكتكوت واحد الكتكوت ها عاد الطور البط عندهم انا عاد يدور ويك 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 وبعدنا في البلاد هذا كون صابوا به شي قميله ولا شي طويجين يا وليدي يكون مليح شي طويجين يكون مليح اما الاخوان انتم تشوفوا نخلي شي شويه ديال الوقت عاوتاني نوصلوا لشي بلاصه مزيانه نعاود عاوتاني ناكتيفي لكم عاوتاني شي بلايصه. تحيه لكم الاخوان الواحد الحاجه باغي نبارطاجي لكم الاخوان هو ليسانس والمازوت. انا دابا وصلت لواحد البومبه ها هي غنبارطاجي لكم الثمن الثمن ديال ليسانس والثمن ديال المازوت. واخا انا قلب الكاميرا دابا ما يمكنش ليا نقلبها حيت ما غاديش تقلب غير بان لكم ارقام مقلوبين ولكن غتحاولوا نتوما انا تفهموها هانتوما الاخوان هانتوما 5 دراهم 5 ليره و12 5 ليره و80 لا 5 ليره و12 5 ليره و8 5 ليره و12 هو ليسانس 5 ليره و8 هو المازو يعني بحال قلتي مفوتين عيب شي 2 دريال ماشي ريالات قلال ولكن الثمن ديال ليسانس 550 ريال وليسا والمازوط ليسانس 100 و 154 ريال بحال هكاك والمازوط المازوط داير شي 100 و 150 ريال هذاك الشيء داير هذاك الشيء اللي داير المازوط وليسانس هنايا عمر وجري خلينا من المازوط ديال 240 260 ليسانس ديال 260 240 الو هنايا 160 ريال 150 ريال 154 ريال هادشي اللي داير عندهم هما ليسانس والمازوط يعني علاش باش تعرفوا باش تعرفوا الخدمة الخدمة نهضر لكم على النقال الاخوان النقال 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 سبحان الله
والله كما تنقول لك وتحسمت لوحكا غير في الارض. والله انا تنطول هاد الفيديو هذا بغيت الناس بغيت كلشي تفرج. كلشي بغيتي تفرج. واخا الحجر الصحي راه كاينه الكمامه هاي دير الكمامه حفاظا على الصحه. الكمامه الله سبحانه وتعالى هادشي ديال الله سبحانه وتعالى. هي الوقايه خير من العلاج ولكن كلشي ديال الله سبحانه وتعالى. والله الا تركي قالها لي قسما بالله شايفني داير الكمامه وهذه قال لي علاش دايرها. ايوا قلت له كتشتا كتباع وشتها الناس كيديروها و يعني منظمة الصحة العالمية كلها كتنصح بالكمامة هادي. قال لي شوف قال لي داكشي ديال الله قال لي داكشي ديال الله قال لي ماشي دير شي واحد. والله القسم بقيت عاد نشوف ما داير ولا كمامة لا والو ها الزكارو كيكمي ونقي ما داير لا كمامة لا حتى شي حاجة. قال لي داكشي ديال الله. وفعلا تماما الاخوان يعني داكشي ديال الله سبحانه وتعالى يعني المرض ولا كورونا ولا نار يبغي الله سبحانه وتعالى يرفعها راه غادي يرفعها. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى. انتم الكاميونات كلشي واقف كلشي واقف كلشي حابس كلشي حابس كلشي كلشي حابس. انا هذا الحجر الصحي اللي دايرين دابا والله القسم الا زوين من ناحيه زوين شي يومين في السيمانه بقى يحبس بنادم ما يخرج. والله الا مزيانه مزيانه بزاف واخا تيخرج بنادم النظام خاصه نهضر على النظام بنادم منظم يعني الصف واحد مورا واحد وزوج متر وكل واحد مورا واحد زوج متر تيخلو بعضياتهم يعني حفاظا عليا وحفاظا على هذاك السيد اللي قدامي وحفاظا عاوتاني على داك السيد عاوتاني اللي من قدام الاخر شتي تيحافظ على فيك. والله يعني باش يعجبوك النظام. والله انا نعاود لكم واحد الحاجه قسما بالله تضحكوا نعاود لكم واحد الحاجه والله تضحكوا. المهم مشيت واحد السبت اول سبت هو السبت الفايت فاش يلاه غادي يبداو الحجر الصحي ديال حجر التجول يعني في هذاك الويكاند ديال السبت والحد ما يخرج حتى شي واحد. انا شنو درنا حيت ما قالوهاش قالوها معطلين اصلا تقدينا العشاء ديالنا انا والدراري وداكشي اللي خاصنا تقدينا داكشي اللي خاصنا وجينا يعني ما ديك التعود ديال الليل وداكشي دخلنا هادشي باقي ما كانش الحجر الصحي ديال الويكاند ديال حضر التجول. دخلنا صافي هو تلح الخبر مع ديك 12 الليل 12 الليل تلح الخبر عرفتي شنو هو يجيو حنا في راسنا والو هو يجي واحد السيد قال لنا في الدار قلنا كاينه اللي غتقداو شي حاجه تقداو ما غتبقاو هاد اليومين هادي بالجوع ما غتاكلو ما غتشربو. قلنا اش تقول قال لك يومين ما غتخرجوش السبت غدا السبت والحد ما تدرجوش الا خرجتو راه تخلص الخطيه 30000 ريال اللي هي 1000 ليره. قلت له صافي حنا نخرجو كنجريو خرجنا كنجريو والله العظيم. دابا المشكل تلاقينا مع مغاربه اخرين لقينا قوم ديال عباد الله الزحام بيم سدات كلشي سب وشنو بقى بقاو عاد دوك الحوانت اللي كيكويو يعني الا مشيتي عند الحوانت الصغار تيكويو بيم هي اللي كتبيع داكشي دوك السوق وداكشي كيبيع داكشي رخيص. المهم مشينا تقدينا واخا تقدينا داكشي غاري زادو علينا تا هما استغلوا الفرصه كان ماشي مشكل لكن بصراحه ماشي بزاف ماشي غالي بزاف داكشي كيزيدو غير شي 4 دريال 6 دريال في حاجه بالمغربيه هي تقريبا نقولوا كنزيدو نص ليره ربع ليره
بشي حوايج اللي تكون غاليه شويه. عرفتي الزحام. المهم كلشي كيتقدى، اللي كيهز كيخرج بلا عبار كيسلت، اللي كي حنا تقدينا داكشي ديالنا ومشينا للمخبزه. المخبزه هي فين وقع لنا المشكل. دابا باش مشينا للمخبزه حتى هي كانت عواله، حتى هي غادي توصلها لواحد الوقت غتسد، غتوصلها لواحد الوقت غتسد. صدقات منين سمعت داك الخبر وبنادم والخبز ولا عليه الطلب، صدقات ولات عجنات ولات تقول لك تسنى. وقوم ديال عباد الله كتسنى على برا، على الخبز، وقوم رب العالمين كيتسنى على برا. دابا المغاربه، حنا المغاربه العرب، فيهم السوريين، فيهم بخت خليطه زالجيريا وجر مغاربه كلشي. حنا تجمعنا في واحد القنت، راك عارف المغاربه تيتجمعوا على مع بعضياتهم، كيبغاو يهضروا وكداو هريد الناب وصافي تخرقي بالناب. وتواركا بوحديتهم، تواركا ما كيعرفوش العرب، ما جاتش تخلط معاهم صافي، هما دوك تيبقاو بوحدهم، هذوك بوحدنا، واخا مقاربين بعضياتنا على برا. واحد شويه طاب الخبز، شحال انا طاب طالب من باقيطه، طالب 36 باقيطه، وواحد الدري حدايا تا هو طالب شي ما عرفتش شي 28 ولا ما عرفتش شحال. دابا بقينا مشينا كنتخاطفوا، المهم بحال داكشي ديال البلاد راك عارف. يا راه ليا قال لي شحال بغيتي، قلت له بغيت 36، قال لي لا ما نعطيكش 36. بدا كيسربي العباد الله. توارك شنو داروا؟ انفوجد الخبز، مشاو داروا الصف داكشي عرفتي شنو، هو بحال مخدامين بالضو، مشا دار الصف كل واحد واحد مور واحد النظام وبالحساب. حنا العرب كيفاش بقينا خوشي مجموعين كليكا، مجموعين واحد مور واحد، واحد داير من هنا واحد من هنا، واحد ارى واحد ارى. شنو هو؟ ما تسوقش لينا داك التركي، هذاك من المخبازه ما تسوقش لينا. تما عرفنا روسنا زيرو، ما كاينش النظام. التواركه بقاو كيضحكوا علينا، انا باش نقول عادي، انا راه ما عنديش الامور، يعني بنادم ضروري يخرج بلادو باش ينقي راسو، ينقي الكاركتير ديالو، وينقي ويستافد، فهمتي، يشوف الناس كيفاش تتعامل، ويشوف فهمتي، بنادم يحاول يغير حياته شويه. يعني ملي كتخرج بلاد الناس صافي، داك الحماق ديال البلاد وداكشي ديال انا، يعني داكشي اللي كتعيش تما صافي، قلب شوف الناس كيفاش تتعيش ودير بحالهم، شوف داك النظام اللي كيطبقوا وطبقوا حتى نتايا. والله القسم اخوتي، يعني الانسان اللي بغى ينجح راه بحال هكا، خصو يبدل حياته شويه ويبدل الكاركتير ديالو ويبدل عقليته. تركي كما قلت لكم الاخوان بدا كيفرق الخبز، يعني شحال دار؟ دار 5 5. بغيتي 20 نعطيك 5، بغيتي 30 5، تيقول لك انت تاكل وهذاك ياكل وهذاك ياكل. قال لي الا عطيتك انت 36 هذاك ما غاديش، اللي موراك ما غاديش ياكل، راه عائله غتبقى ما تاكلش. قال لي نعطيك 5 وغادي تاكل وغادي تاكل صحابك، وهذا كنعطيه 5 غياكل وغياكل عائلته، وهذا كنعطيه 5 غيمشي غياكل ولادو. وهي بصراحه والله القسم يعني عنده الحق، يعني ملي كنجي نشوف تلقى روسنا زيرو، يعني مكلخين بصراحه. والله انا حسيت براسي في هذاك الموقف، حسيت براسي مكلخ، يعني نقولوا نيشان، يعني ما كاينش تكبر ولا من اعترف بذنبه لا ذنب له. يعني واحد يعني ماشي، يعني منين يعني كان مره اخرى عاوتاني، المره اخرى ان شاء الله. شد البيس طوبيس نظام، مشيتي للحانوت نظام، هو غيخليك تدوز، ماشي ما غاديش يخليك تدوز، غادي يخليك تدوز ولكن تدي فيك واحد النظره خايبه هيماجي صافي، ماشي غادي يدابز معاك يقول لك لا ولا هيماجي. أنا الاخوان كما قلت لكم النظام هو كل شيء الاخوان. ما بغيتش نهضر على بزاف ديال الحوايج، ما بغيتش نهضر فيهم، ولكن فهمتي غير غنخسر الصو معاه ونخسر بعض الحوايج، ما خصنيش نهضر فيهم والله القسم. يعني اللهم نهضر في امور سطحيه بلاش، والله العظيم يعني نهضر في امور سطحيه عاديه.
والبني وقف، والشركات ديال الخياطه وقفوا، والمعامل وقفوا، او كلشي وقف، وحتى حاجه ما بقات خدامه. دابا راه ما بقيتش في بيسكتاس، وليت دابا في بحال قربت ندخل الافجيلار. هذا غادي عازن بالبحر وتيبان لي الجامع ديال الافجيلار، قربت ندخل ليه. عرفتي شحال تمشيت على رجليا؟ غتقول لي واقيلا دابا عاد الفيديو واصل فيه دابا 25 دقيقة في الهي في ميدان بيسكتاس، داير تماك شي ربع ساعة ولا ما عرفت شحال. المهم غادي ساعة المكانة ديال المشي. عرفتي كنرتاح انا فاش نتمسى برجليا، والله تنرتاح تنكتشف تنشوف. رجلنا هنايا مخبي في طوبيس وغادي ما كتشوف، ما كتعقل على لا طريق، ما كتعقل على بلاصة، ما كتعرف والو. ماشي هي كتمشى وكتشوف بحالك هنايا وكتقط من دار تي كتشوف، كتشوف بعدا كتشوف تبقى عاقل على البلايص. حتى مرة أخرى دزتي من هنا كتقول اه ديزا ديز من هنايا، ودخلت من هنا وخرجت من هنا، كتكتشف بعدا البلايص. المهم الإخوان اليوم مشيت فيه بزاف ساعة المكانة وباقي غادي. ما بغيتش نشد الطوبيس، واحد الدري معايا عيا قال لي غنشدو طوبيس. قلت ليه بلاتي راه واحد جوج دراري يلاه تلاقاو فينا التاليكوم قبيلة، واحد الموتور ديرنا الصداع، ديرنا الصداع. المهم الاخوه اللي بغى يسول شي حاجه على تركيا، ولا بغى يسول على شي بلاصه، ولا بغى يسول على شي ساكن، ولا بغى يسول على شي ترونسبور، ولا بغى يسول مرحبا به، يدخل عندي فيسبوك ولا انستغرام يسولني، ما كاينش حتى شي مشكل، ما كاين حتى شي مشكل. دوزو من هنا. المهم اللي بغى يسول على شي حاجه يدخل عندي الانستغرام ولا فيسبوك ولا شي حاجه. فيسبوك عزيز بوطريك، القناه ديال اليوتيوب عزيز بوطريك، دير السميه والكنيه عزيز بوطريك، محتوى نقي ما فيهش تخسرت الهضره وما فيهش تنعيش نوريكم غير داكشي اللي تنعيش، اللحظات اللي تنخرج فيها، سواء نقلب على خدمه، سواء خارج متساره، سواء خارج وين بحال بحال. كنا شعبيين وكنا ولاد الشعب وكنا خوت وكنا عائله وكنا. المهم الاخوان تعاونوا معنا، ابوني 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 لايك. والله يعني منك عرفتي شنو؟ أنا شنو كنولي أنا كنشوفو وحق الله، أن شي محتويات ولينا كنشوفوهم كيطلعو حاشاكم الزبل، والله القسم بالله. كتشوف شي موسخين أخوتي شحال نقول لكم، لا إله إلا الله طالعين في هذاك اليوتيوب، أقسم بالله صاحبي والله. أني كتلقى اللايف ديالو 3000 خط 4000 داخلة، عاجب عزيز عليهم التفاهة، عزيز عليهم كلام الخاوي. واحد قاد في بيتو ولا وحده جالسه في بيتها متبرجه، ولا واحد جالس يخسر الهضره في اللايف، يعني بلا ما نبقى نذكر سميتهم غيكونوا عارفين راسهم. وكتلقى 3000 4000 5000 خلق تدخل تتفرج وكتدعموا، كتدعموا على الفساد، ما كتدعموش على شي حاجه. والله كاينين الناس، والله الاخوان كاينين الناس في الشكل صاحبي، كاينين اساطير، كاينين دكاتره، كاينين مهندسين، كاينين اطباء، كاينين يعني اللي يعني كاينين علماء صاحبي حق الله. المغرب والله الا فيه علماء حق الله، فيه الشعب ذكي بزاف، فيه الناس اذكياء صاحبي حق الله. يعني كيدير واحد اللايف كتلقى عنده داخل عنده 100 واحد ولا 200 واحد حق الله، تيبقى فيه الحال منين تنشوفه. انا تنبغي نتفرج نتنطلو نستافد منو شنو تيقول، لان بعض الحوايج كتحتاجهم في الحياه وكنت كتعيشهم ولا القصر.
هنا عندنا هذوك الناس هما اللي خصنا ندعموا ونوصلوهم ما زو ماشي نقعدوا التفاهة. كتجي المحتوى الرائج كتلقى ليا انا ما نذكر في الاسماء. راه عارف دابا اي واحد دابا ذكرتيه في شي فيديو تيبغي يخرج لك بشي فيديو هذاك اللي قال داك الفيديو كتعرفني ملي كتجبدني نتوما حاضيني نتوما هادي كل واحد الله يعاونو بلا ما يعيش حياته. غير حنا ما خصناش نطلعوا التفاهة والله العظيم ما خصناش نطلعوا التفاهات. بنادم يدير محتوى نقي فيديو تفرج فيه انت وعائلتك تفرج فيه انت وخوتك يعني ما كاينش خسارة الهضرة ما كاينش يعني ما كاينش شي حاجة اللي غادي تحشم منها. تصنت باللي زيات بلا لي زيات ما عند ما كاينش المشكل. حنا خوت ما تبغوش نتحاشموا مع الناس باش انسان تالي دار لك شي تعليق ولا دار ابوني على الاقل بعدا كتابونا مع واحد محتوى نقي يعني واخا ماشي شي حاجة يعني واخا ماشي شي حاجة ولا المهم انسان تتعاون معاك على الاقل بعدا تتعاون معاك ويعطيك واحد ابوني فهمتي بغاك هذاك السيد يعني ما حد هو دار لك ابوني ودخلتي عنده حتى هو السيد باغا ديما يتسنط الجديد ديالك وديما باغيك يشوفك شي فلوق ويشوفك فين وصلتي ولو بالشفقة يعني بحال يشوف هذاك السيد اللي مشى لديك البلاصة فين وصار وشنو دار في حياته وكان تيقلب على خدمة وكان تيقلب على هذيك تيبغى ديما يطالع على الاحوال ديالك كيف بقيتي كيف هذه كيف هذيك يعني كاينين الناس والله القسم والله الا كاينين الناس داخلين عندي هنايا انت تشوفوا كيف بقيتي وفين وصلتي وشنو درتي حق الله ما كتعرفهمش كاع. ناري واحد طلعه واحد الحاجه عاوتاني في هذا الترك في اسطنبول واحد الحاجه اللي مصيبك حنا الاخوان وما طلعي شو كديره شي واحد طلعه هذه راه مازال شويه واحد طلعه الطوموبيل كطلع بروميان الطوموبيل كطلع بروميان فيهم طلعي بزاف بحال الشكل ديال بحال الشكل ديال الشاون وتطوان بحال هكاك بحال الشكل ديال الشاون وتطوان كيف كيف ما كان حتى فرق كطلع هذا طلع ها هو هبطه دايره ها ووسط المدينه انا يعني والله انا مشكل الناس بعدا حال لي انت بيع وشري التجارة كاينة بعدا الناس خدامين سخفت ماشي سخفت الناس باقا نتمشى ولكن نهار اللي كتعيا ما نعش والله ما نعش 24 ساعة ما نعش كاع تصور بلينا كنفيقو بالليل وكنعسو بالنهار يعني شي حاجه اللي مصيبه والله ولفنا تبدل لينا جو تصوروا مع راسكم ما تتصوروا شي وما تصوروا لي مع راسكم ترى نضرب معاهم واحد التصويره الدروج انا ترى نضرب واحد التصويره هنايا يلا يلا انا تصور ثاني باش ما يبقاش فيا الحال شي وحدين حالين لكن الاغلب هي ساب الحجر الصحي هاي واحد البناية ديال البنية حابسة ها شنو حابسة البنية حابسة كلشي حابس والقسم هاد الكورونا يعني خسرت كلشي قسما بالله داكشي ديال الله الحمد لله على كل حال والله الاخوان انا الحمد لله على اي وضع الحمد لله على اي وضع كنحمد الله وكنشكره
اي حاجه. الله يحفظنا ويحفظ الناس اللي تنبغيو. شي غادي نقول واحد الموطور واحد الموطور كبير تصورت معاه موطور تو تاريخي. يا سلام عليكم. المهم واحد اللعبة طويلة الإخوان. عرفتي حق هذوك الطوموبيلات القدام اللي هما قدام موديل 85 موديل 86 انا ما تيلحوهم ما عرفتش نديرو لهم تشدوهم و تيبريباريوهم تيبريباريوهم تيعاودوهم عرفتي كيف تولي والله تتولي عرفتي بحال لا خارجه من لا ميزون تيدير لهم مكبرات ديال الصوت بحال المالا ديالها عامره كلها مكبر الصوت بلي باف الصالون تيكون صالون جديد تلقاه يا اما احمر ولا كتلقاه ابيض يعني صالون جديد الروايد تشدهم تيدير دوك الروايد فتحين هذوك الروايد فتحين عراض يعني تتولي تسيب بحال ديال الكورس وولات موضه وفي نفس الوقت موضه يعني واخا هي قديمه موديل 86 ولا 85 ولا كاع حتى 90 هي كتولي موضه ما طاحش فيها شي وحده انا كون وريتها لكم ما طاحش في عيني شي وحده شفت منهم بزاف او ما تهملوش اخي داكشي قديم ما كيهملوش تبقى داكشي بازاري. المهم الاخوان انا سخفت مع الطلعه هادي امريكا دا نيويورك جيمس سوكاتشيك مودال دوم بيك شي واحد طلع اش كدير عاوتاني شوف شتيها طويله. المهم الاخوان تحيه لكم كاملين وتحيه اللي تفرج في الفيديو حتى لهنا تبارك الله عليك هزتي بهبالي. المهم الاخوان تابوناو معايا وجيم ديالكم والتعليق ديالكم الزوين تحفيز ان شاء الله الجديد والله يطير عنا دوبة ان شاء الله قولوا امين ترجع مياه الجريح مياه المجاريح ان شاء الله تحيه ليكم.